التحدي، الله بيتحدى البشر لو أتوا بمثل القرآن سواء بشر أو جن. إزاي؟ أهو سورة الإسراء 88، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. مش ممكن لا إنس ولا جن إطلاقا يأتوا بمثل القرآن. إيه؟ أمال سورة الجن تطلع إيه يا جماعة؟ إزاي يا جماعة؟ إزاي ده يكون؟ ما هو الجن جابه وجابوا صورة كاملة 28 آية وكلها أقوال الجن. يا نهار أبيض، شفت بقى التضارب؟ شفت بقى التضارب يا أحبائي؟ تحدي، الله بيتحدى الإنس والجن. يقول لك ولا الجن يقدروا يجيبوا زي، ولا الجن الأحمر يجيب زي القرآن، وفي نفس الوقت يجيب صورة بتاعت الجن. وقالت الجن وقالت الجن وقالت الجن، ده انت اهبل ولا ايه؟ لا مش اهبل، ده مسطول، مسطول سكران كتب القرآن. حطها شعار كده تنزل كده في الفيسبوك على مسؤوليتي، نزلوها في الفيسبوك، قولوا القمص زكريا بطرس يقول مسطول سكران كتب القرآن، وحط لهم اللينك بتاع الحلقة ديت. اهبل، مسطول سكران يقول لك ما فيش ولا الجن يجيب مثله، وفي نفس الوقت يجيب صورة للجن بتتكلم وتبلغ الرسالة بوحي. يا دي المصيبة، يا دي المصيبة، يا دي رجال الأزهر الكرماء الفقهاء والعلماء أجيبونا، ماذا تقولون على هذا الكلام الهبل، كلام المسطول السكران الذي كتب القرآن؟ أمين.